بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل يجب إخبار المرأة الأولى عند التعذر؟ لا، ما يجب. فإن طلب بموافقة من المرأة إلا أن تشترط هي. إذا كانت اشترطت هي أنه ما ينكح عليها، فيجب عليه أن يلتزم بهذا حتى تأذن له. نعم. هل إيش بقية السؤال؟ نعم. إيش بقية السؤال؟ هل نعم؟ هل للناشز حق؟ هل يشترط السؤال هذا؟ هل يجب إخبار المرأة الأولى عند التعدد؟ أيوة. وفي حال طلب منه موافقة من المرأة الأولى؟ المرأة الأولى ما هي ولي أمره توافق. عندنا في المغرب مثلا إذا أردت التعدد يجب أن تأتي موافقة من الأولى. هذا لك. هذا باطل. ما هي ولي أمره؟ ليست ولي أمر هذه الزوجة، هو قائمها ووليها، هو الذي يعطيها الإذن إذا أرادت أن تسافر، أن تخرج، أن تذهب بيت فلان. أما هي تعطيه، فما هذا غلط. هذا عكس قول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأمر للرجل هو الذي يأذن، ما هي، هو الزوج وهي زوجته. إيه نعم، الله يبارك.